الجاليت جوز وعسل لبنانية 100%، بقلبها تقريبا شي 250 جرام جوز، بقلبها بحدود 100 جرام عسل لبناني. وقت ما حطينا الطحين بالمي مثل ما صورنا لوقت ما بدها تخلص وناكلها تقريبا بدها بحدود ال4-5 ساعات شغل، لانه العجين لازم يريح كذا ساعة بين كل مرحلة ومرحلة بيقطع فيها. الجاليت دروع نوتيلا بقلبها 12 حبة اوريو، وهيدا بس بيعمل 3 جاليت، يعني كل وحدة تقريبا شي 250 جرام. قبل بمرة جدة الكرواسون، اليوم عملنا لك سيربريز وحندوقك شيء اطيب بكثير من الكرواسون. عم نعمل اليوم نحن عملنا عجينة ميلفوي، حنعمل منها جاليت دروا، حنعمل وحدة لبنانية باللبنانيز برودكت يلي هي جوز وعسل، وحنعمل وحدة انترناشونال الاولاد بحبوها كثير نوتيلا اوريو. الجاليت دروا بتنعمل بعجينة الميلفوي، عجينة الميلفوي فيها مراحل شوي اطول من الكرواسون، بدها تتريح وقت اكثر. بتنعمل بتتقطع رون بتنحشى ولازم نبخشها لما تنفخ معنا زيادة، وبنرجع بنرسمها وبندهنها والشيب، وتقريبا بتاخد بالفرن 45 دقيقة، وهي بتطعمي القالب تقريبا 8 أشخاص. الغالات دي رواي اللي هي الكينجز كيك يلي اكثر شيء مشهوره تقريبا بست الشهر من بعد راس السنه. اجمالا بكون فيها فرانجيبان اللي هي عجينه اللوز، هاي هي بس عن كرواسون. عملت اثنين كثير مهمين، الشوكولا يعني نوتيلا واوريو كثير ناطر اكتشها، وهون عمل جوز وعسل. واو ببلش بريحه مزهر، فيري اروماتيك، العسل اللبناني مراسلين على اسناني، قرشه البات فويتيه مثل الميلفوي، الروعه وسكرها خفيف. ترارام واو 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 واو. 12 حبة اوريو، 250 جرام نوتيلا مخلوطين مع بعضهم، قرشة الاوريو، الفريكنس او القرشة تبع العجينة، الانتنسيتي تبع النوتيلا. حلو واو، شبعت بقوم. انا رح كفي اكل.